إله إلا الله لا يحصي عدد نعمته العادون ولا يؤدي حق شكره الشاكرون ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون لا إله إلا الله بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله إلهنا يا رب القرآن ومنزل القرآن ندعوك بما في القرآن فأوجب لنا الرحمة والغفران والعتق من النيران يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا أفرغ علينا صبرا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة
للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنا نعوذ بك أن نسألك ما ليس لنا به علم وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرون ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.